أكيد لنحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا رئيسة منتدى الإعلاميات العراقيات الدكتورة نبراس المعموري، لحتى نحكي كمان عن تنظيم هذا الحدث الكبير. تحياتنا لك، يسعد صباحك. أهلا وسهلا ليش كل متابعي القناة، ويسعد صباحك ويسعد صباح كل استاف العمل. اهلا وسهلا بيك دكتوره نبراس. يعني احنا في البدايه سعيدين بتواجدك ويانا لهذا اليوم، وسعيدين جدا للاحتفاء بهذا المنجز للاعلاميات العراقيات والعربيات ايضا. ففي البدايه يا ريت لو نتحدث عن هذا المنتدى اللي تمت اقامته، وكذلك عن اهم الاهداف اللي حققها. شكرا عزيزتي على الاستضافه، وكل عام وانتم والمراه العراقيه والعربيه بالف خير. منتدى الإعلاميات العراقيات مضى على تأسيسه 11 سنة، وكل سنة احنا نحتفي طبعا بالمرأة الإعلامية. في السنوات الأخيرة امتدت المؤسسة لأن تكون عربية، تم استضافة ودعوة مجموعة من الإعلاميات العربيات، وإن شاء الله نطمح العام المقبل أن نتحول إلى العالمية بدعوة إن شاء الله يا رب في أوروبا وأمريكا وأيضا في الدول الآسيوية. المنتدى اختار يوم استشهاد أطوار بهجة أن يكون هو يوم التأسيس، لذلك احتفاء فيها أطلقنا جائزة أطوار بهجة، وبدينا بإطار محلي وانتقلنا للإطار العربي حتى ممكن أن نشخص ونخلق نوع من المهنية والموضوعية باختيار النساء الإعلاميات المحترمات. حقيقة جائزة قيمتها بنوعيتها وليس بالكم، يعني حاولنا نركز جائزة ما تكون بعدد جدا كبير بقدر ما أنه يكون هناك فعلا نوعية بالاختيار، لذلك كان العدد محدود لا يتجاوز 14 جائزة بين زميلاتنا من المنطقة العربية وأيضا من العراق حتى من كردستان. لذلك شخصنا جائزة بحفل سميناه يوم الإعلامية حتى لا نعطي تشخيص لأيديولوجية أو قومية معينة أو دولة معينة بقدر ما نريد نعطيها هذه المساحة الواسعة للانتشار. الاحتفاء بالمرأة الإعلامية هو جزء مهم من الاحتفاء بالمرأة العراقية، وبالتالي دور اليوم السلطة الرابحة هو فعلا إنصاف هذه الشريحة، خاصة الشريحة الكفوءة اللي غالبا ما السوشيال ميديا تغيبها على أساس الكم الهائل اللي خلط الأوراق اللي حصل بين مسمى المرأة الإعلامية ومسمى الفاشينيستا أو البلوغر. أعتقد نحن فعلا وصلنا رسالة كان رائع جدا ل 400 شخصية، وهو كان طبعا حضور نوعي، يعني قناتكم الموقرة كانت موجودة وحاضرة بين بعثات أكيد وشخصيات رسمية وشخصيات مؤثرة لها قيمتها الاجتماعية والفنية والثقافية والإعلامية. لذلك هذه حقيقة كان هدفنا أنه نأكد أنه المرأة الإعلامية الكفوة قادرة أن تصنع المستحيل، أن تحقق من المستحيل الكثير، وأيضا أن تصنع بصمة تميزها عن الأخريات. أضف لذلك اليوم نحن بأمس الحاجة لأن يكون هناك إعلام رصين ينصف المرأة ويغير من الصورة النمطية السائدة في وسائل الإعلام. أكيد إن شاء الله دكتورة، يمكن اليوم هاي رسالة جدا مهمة إحنا نوصلها لكل المتابعين بخصوص هذا المنتدى للإعلاميات العراقيات وأيضا لهاي الفعالية تحديدا. طب اليوم خلينا نحكي أكثر عن الدول المشاركة اللي كانت موجودة، أنت ذكرتي بعض يعني بعض المحافظات وأيضا ذكرتي بعض الأمور اللي بتخص هذا الموضوع، ولكن نحكي شوي عن الدول المشاركة وعلى أي أسس اليوم انبنى اختياركم للدول المشاركة وأيضا الإعلاميات، لو نركز على هذا الموضوع لأنك أيضا ذكرتي ولكن بشكل مبسط. اشتركت معنا 10 دول عربية. الأردن، ألف تحية زميلاتنا في المملكة الهاشمية، شكرا كثير لك، وكذلك إلى الدولة يعني قريبة إلى قلبنا وعزيزة على روحنا دولة فلسطين. إضافة إلى ذلك مصر، جمهورية مصر العربية، وتونس والإمارات والسعودية واليمن والسودان. حلو. وكان أيضا لبنان موجودة، 10 دول، ما أدري إذا غيب الدولة معينة. في قضية الاختيار كان لدينا عميدة كلية الإعلام في مصر دكتورة حنان يوسف، أيضا رئيسة التلفزيون التونسي أسبق
الأستاذة إيمان بحرون، الست محاسن إمام رئيسة مركز الإعلاميات العربيات في عمان، معنا كبيرة المذيعات وأيضا رئيسة قسم الرصد والتوثيق اللي في هيئة الإعلام والاتصال اللي في المملكة العربية السعودية، إضافة إعلاميات كبيرات في قناة العربية وقناة الشرق نعم يعني يمكن مشاركة نعم يمكن هذه المشاركات الواسعة ست نبراس تخلي الأنظار تعود مرة أخرى إلى بغداد من الناحية الإعلامية ومن ناحية تنمية هذا الجانب، لأنه للأسف مؤخرا شفنا الكثير من النماذج اللي مثلوا اسم العراق بطريقة يعني لا تليق بالعراق ولا باسمه، من الأشخاص اللي دائما نشوف قبل اسمهم يمكن الإعلامية ولكن هم يعني لا يقربون للإعلام بصلة. اليوم احنا نتحدث عن الإعلاميات الحقيقيات الرائدات في مجالهم واللي فعلا يتبنون رسالة صحيحة. اليوم نتحدث أيضا عن أغنية أصيل هميم اللي كانت مقدمة للمرأة العراقية بشكل عام بأي مجال كانت تعمل، يعني ما أهمية هذا الموضوع وش قد راح يكون له دور تعزيزي عند النساء تحديدا؟ شوف أغنية أنا العراقية، ما تتخيلين حجم التعب، الجهد، الصبر، الوقت حتى تظهر الأغنية بالشكل اللي أنت شفته، طبعا أكيد جمهور قناة دجلة حيشوفه. نعم أغنية أنا العراقية، يعني حتى أنا أصريت على العنوان أنا العراقية، هي كان المفروض تكون سيدة الكون، أنا أصريت تكون أنا العراقية، حلو لين إلها بصمة بحط. الأغنية طبعا كلمات الشاعر الكبير حازم جابر وإلحان أيضا الفنان مصطفى الربيعي وغناء النجمة أصيل هبني، تحياتنا لهم أكيد، إخراج أزل إبراهيم، استاف رائع جدا كان متعاون محب للأغنية. الأغنية صراحة كان هدفنا أول شيء إنه الإعلامية الحقيقية شوفوا إيش تنجز. هذه الإعلامية الحقيقية لما تنجز تكون صاحبة مسؤولية وصاحبة رسالة، لذلك من انبثقت الفكرة وأنتجنا هذه الأغنية بدعم من هيئة الأمم المتحدة، وطبعا هيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق مشكورة إنه آمنت بينا ووثقت بينا وأعطتنا هذه الثقة إنه ننتج هذه الأغنية. أنت تعرفين إنتاج بهذا الكم، يعني أنت شفتي الأغنية فيها تقريبا 10 مشاهد بمعدل 10 لوكيشنات بمعدل 20 مشهد، هذا مو شيء سهل نهائيا، يعني ما فيديو كليب بهالطريقة، متعب جدا كان، حتى مشهد الصحفية كنت أنا مصرة على مشهده، حتى أقول لهم الصحفية مو فقط المكياج والشعر واللبس، الصحفية كانت موجودة مراسلة حربية في المعارك واستشهدت، وهذه رسالة بأسماء أطوار وغير أطوار وشيفة كردي وغيرها. لذلك كانت الأغنية هدية بسيطة للمرأة العراقية والمرأة العربية. ما تتخيلين زميلاتنا العربيات يعني الفرحة شفتها بوجهه، وما نحبب هذا الشيء إنه ما حسبنا هذا الحساب إنه الأغنية اسمها أنا العراقية، بنا انه هاي اغنيه تمثل المراه العربيه وهذا بحد ذاته انجاز. اضف لذلك انه هذه الاغنيه وصلت رساله قيمه المنتج الفني في تعزيز مكانه المراه، في تغيير الصوره النمطيه، في وضع النقاط على الحروف، وايضا تاكيد على حقيقه انه المراه الاعلاميه قادره ان تغير اذا ما منحت الفرصه. لذلك هاي الاغنيه انا اعتبرها منعطف مهم في مسيرة العمل النسوي الإعلامي، كونها أول أغنية تنتجها مجموعة من الإعلاميات تحت مسمى منتدى الإعلاميات العراقية، وفي قضية أنه هي انطلقت في محفل مو فقط عراقي، في محفل عربي وأمي، وهذا إنجاز أيضاً. أكيد طبعا أكيد طبعا مبارك لكم وأيضا لأصيل هميم على الأغنية الأكثر من رائعة يمكن اليوم اللي احنا سمعناها، ورح نرجع نسمعها من بعد مقابلتنا معك كمان دكتورة نبراس، ولكن اليوم خلينا نحكي اليوم عن طموحاتكم وأهدافكم لمثل هيك أيضا احتفاءات وفعاليات وتكريمات بالأيام القادمة وبالسنوات القادمة، احكي لنا أكثر عن هذا الموضوع. بصراحة أول شيء الأغنية حاليا ترند عبرة المليون، دخلنا بالمليون الثانية إن شاء الله، وهذا مبارك يعني أكيد يعني شيء جدا كبير. حلو. أمامنا عدة أمور، يعني إحنا طرحنا كثير من الأفكار، وبصراحة يعني أمانة يعني نجاح هذا العمل أيضا اتصلت بينا جهات كثيرة حاليا، وحتى الحكومة العراقية إحنا وصلنا لها رسالة إنه المنتج العراقي حاضر، ممكن طبعاً تستعينون بتغيير كثير من الأمور وترجع بغداد
بوابة الحضارة والسلام، العراقي يستقبل الجميع. يعني انتم مراقبين المشهد الاعلامي والثقافي، العراق سباق كان في هذا الجانب، خصوصا انه ثاني دوله يظهر عندها التلفزيون هي، او حتى صحيح. في الاذاعه كانت ثاني دوله هي العراق. نعم. لذلك انا اعتقد انه اول شيء طموحاتنا انه المساله تحقيق هذا النجاح مو سهل، الحفاظ عليه اصعب. اصعب. احنا امام مسؤوليه اكبر، لذا نحن وضعنا امام خطتنا عدة أمور. نعم. أول شيء أنه فعلاً جائزة أطوار بهجة تنتقل للعالمية، هذا جداً مهم. كيف نكثف من الإنتاج الفني والإعلامي والثقافي بشكل رصين برصانة أنا العراقية، حتى ممكن فعلاً نؤدي رسالتنا، ممكن نكون منصفات للأخريات من زميلاتنا ومن نسائنا العربيات وحتى على مستوى العالم، لأن هاي مسؤوليتنا كنا مثل ما أنتم اليوم على الشاشة كمقدمات ومؤدين واخراج ومصورين، كل جنود المجهولين اليوم اللي موجودين بهذا البرنامج هم جزء من هاي المسؤوليه، بل طبعاً. هم على عاتقهم جزء كبير انه التعاون واظهار صوره افضل للمراه، ومشكورين بصراحه اقولها ان لولا الرجل كان معانا ايضا ما ظهر هذا. صحيح طبعا. يعني الملحن والكاتب رجل، وبالتالي انت ايضا لابد ان تخلقي علاقه تشبيك وعلاقه مهنيه رائعه بين المراه والرجل بالعمل. هذه مساله الايديات خلينا نتجاوزها، لان احنا نكمل بعضنا، وبالتالي ايصال رساله العمل والتعاون المشترك بغض النظر عن الجنس جدا مهم. نعم. يمكن نقطه مهمه ذكرتيها دكتوره، نتوسع على الدول العربيه بشكل اكبر. نعم. وسيكون عندنا منسقات في كافه الدول العربيه ان شاء الله. صحيح. ان شاء الله ستكون سباقة بنقل الحظ إن شاء الله. أكيد دكتورة نبراس، إحنا دائما حريصين جدا على إظهار هذه الصورة الجميلة لموضوع الإعلام العراقي بشكل عام، وحتى يمكن بالمحتوى اللي نقدمه وبكل الإمكانيات اللي نملكها دائما نحاول نسلط الضوء على هذه المواضيع. مشكورة حضرتك على هذه الجهود اللي بذلتيها وعلى هذا الإنتاج الضخم اللي شفناه والتعاون الكبير. شكرا جزيلا لوجودك ويانا أيضا.